إلى لبنان، وهناك كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون سفير لبنان لدى برلين مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة بعدما نال تأييد 90 نائبا خلال الاستشارات النيابية التي أجراها اليوم. وأعرب أديب عن أمله في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، ودعا إلى التنفيذ الفوري للإصلاحات باعتبار ذلك مدخلا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما تعهد بأن تكون الحكومة المقبلة من أصحاب الكفاءات، ووعد بإجراء الإصلاحات الضرورية للبلاد. إلى ذلك شدد على أن الفرصة أمام لبنان ضيقة والمهمة دقيقة، ولا وقت للكلمات بل للعمل. الوقت للكلام والوعود والتمنيات، الوقت للعمل بكل قوة بتعاون الجميع من أجل تعافي وطننا واستعادة شعبنا الأمل بغد أفضل، لأن القلق كبير لدى جميع اللبنانيين على الحاضر والمستقبل. الفرصة أمام بلدنا ضيقة، والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية والبدء بتنفيذ الإصلاحات فورا من مدخل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. إذا نعم، أنا جيت أول ثالث عملها لأنكم الحمد لله على السلامة.